إذا قمت يا أخي بالله بالليل أو في النهار وتفرغت لكتاب الله عز وجل، أكثرت من تلاوة القرآن، لان قلبك، خشع قلبك، اقشعر جلدك، دمعت عيناك، لا إله إلا الله، كيف لا تدمع العيون؟ كيف لا تخشع القلوب؟ كيف لا تقشعر الجلود وهي تقرأ كلام علام الغيوب الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لا إله إلا الله، الله أكبر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أخي في الله، اقرأ القرآن وتدبر معاني القرآن، وإذا فتحت المصحف، إذا فتحت المصحف تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا فتحت المصحف يقول تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا فتحت المصحف وأردت أن تقرأ تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.